وادي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها. اوكي، ايه ده سعيد اللي قاعد على القهوه ده؟ انا عارفه. لا 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 لا، ايه ده؟ مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره؟ ايه ده، انت افتكرته ازاي؟ هو صح. اه يا كبر جدا، مش هتصدق انا افتكرته ازاي. ازاي؟ انا افتكرته من حواجبه. هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات. جود ايفنينج. اهلا. ازيك يا عم بلال؟ انا مصري، انت مش فاكرني؟ مش لما تفتكرني انت الاول. وبعدين انا اسمي هلال مش بلال. هات لك كرسي واقعد. اكسكيوز مي. اهلا يا مصري، عرفت انك انت وصلت بالسلام. يا بقى مش فاكر عمك هلال يا هلال؟ ده انا اللي مطهرك في ايدي. تضحك على ايه؟ ما انا مطهرك انت كمان. ازيك يا مصر؟ فاين ام فاين. ازاي يا ابو؟ اه عم هلال، ماي داد ميت دلوقتي، كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش بقى. انا بستغرب على الناس دي، الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز ارجع بلدي عشان اندفن فيها، كأن البلد دي أراضي كبير. الله يرحمه كان راجل طيب. ما قلتليش بقى، ناوي تدفن هنا ولا برا؟ انا من ساعه ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص، عشان كده ناوي ارجع امشي. لما تمشي يا اخي حد ماسكك؟ انت ماسكه يا سعيد؟ مش ماسكك، امشي براحتك. ولا اقول لك امشي انا؟ السلام عليكم. ما تزعلش منه يا مصر، عادي يعني، هي جت عليه هو. هو بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هو على حطة ايدك، عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير. تشرب شاي يا مصري؟ اوكي بس سكر دايت. اتنين شاي سكر برا. برا ايه؟ انا بشربه بسكر دايت يا سعيد مش برا. والله وحشتنا يا مصر. قولي بقى اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي دلوقتي؟ يا عم ما تقلقش، هنطلع لك رقم قومي في باسبور وتروح تاخد الفيزا وتسافر على طول. الكلام ده هياخد وقت طيب؟ كله دلوقتي بالكمبيوتر، خمس دقايق ونخلص ونمشي. اوكي. سعيد سعيد ارجع ورا شويه، اقلع النضاره بس. اوكي. فعلا لو مشينا بالطريقه دي كده سته كده في سته، فعلا ممكن خمس دقايق نخلص ونمشي على طول. نخلص ايه؟ ده طابور الاسانسير. ايه؟ اسانسير؟ انت متاكد؟ اي خدمه يا سعاده الباشا؟ بامان الله، بامان الله. ايه ده؟ ما تقلقش، قلت لك كمبيوتر خمس دقايق وهنطير. تعال نشوف ده. اتفضل يا سعاده الباشا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل 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 يا باشا. شو قلت لك؟ انا معايا الاستماره البطيئه بس انا مستعجل. اوكي، وعايز اعمل الرقم القومي ده. قومي قومي. حاضر حاضر، من عينيا يا باشا. ثانك يو. بس الورق ده مش كامل، هتكمله ولا هتشربنا شاي؟ اوكي اوكي نشرب شاي، بس انا صايم فانت عايز تشرب شاي. اوكي سعيد شوف هات له شاي، بس كم معلقه سكر؟ خمس معالق في 20. واو 100 معلقه ده ايه؟ حصان؟ شاي يعني فلوس؟ رشوة يعني؟ رشا رشا رشا. اوكي اوكي فهمت فهمت. طيب يعني هنا كله بيدفع رشا ولا انا بس اللي هدفع؟ قصده يعني بما يرضي الله. اه انا هنا بشتغل من الاول بما لا يرضي الله. اخلصك ولا تحب تقف في اخر الطابور بما يرضي الله؟ بكام رشا؟ 100 جنيه. فين بما يرضي الله؟ اتفضلي يا هاني، سلامنا للباشا. في امان الله، مع الف سلامه. الله، ايه العرق ده؟
بس لها بتمطر في اول الطابور. مطره المطره خير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يبقى عايزين بقى يا حبيبي شهاده الميلاد. تقلقش تخلص في 5 دقايق. سلم على بابا وماما. مع الف سلام. خش بقى مصري. مش ممكن تعتبرني واحد من العيله دي. خدت بقى شهاده الجيش. ما تقلقش يا مصري. 5 دقايق ونخلصه. الجيش الجيش. عايزين بقى من حضرتك 4 صور، 4 في 6 تكون ودانك الحلوه دول باينين فيهم. ها؟ وانا اتصور فين بقى دلوقتي؟ عم هلال طبعا. بقولك اتصور مش اتطاهر. ما تقلقش هما ايدي سعيد. خدودك ليه بتهز كده؟ تخريم 10 دقايق كده؟ واو اوكي. تمام ام ريدي. عم هلال بليز وداني لازم تبان اوكي؟ اللي يعني انا لو هرتكب جريمه هرتكبها بوداني. اهم حاجه في الصوره انك تضحك. اضحك. استنى يا مصر انا عايز اخد صوره معاك. دي هيعوزوها في البطاقه؟ اتفضل. ادي 4 صور 4 في 6 وداني مطرطره فيهم. عندنا بقى ضامن يا حبيبي. يلا. 9 8 واحده واحده يا مصري. ده انا بمضي ضامن ودي مسؤوليه كبيره. اوكي خلاص خلصت. هو 9 8 اوكي. ايه ده؟ ليه كده صورتك عامله كده في الرقم الكومي؟ ليه شكلك فظيع كده؟ ما صور بطائر المصريين كلها بالشكل ده. بس العسكري بياخد الصوره على سهوه. ليه هو عسكري واحد بيصور المصريين كلهم؟ شكلك فظيع. بلاش حجر. في حد دي بس صورته شكلها عامل كده. ايه ده؟ بلاش حجر. حد يتصور كده بالشكل ده؟ فاضل حاجه واحده بس. المؤهل الدراسي. ده ممكن نلاقيه عند عم هلال؟ لا ده بقى هنلاقيه في المدرسه. 5 دقايق وهنخلصه. بس بقى هوي زمان الشاي غالي. 3 معالق سكر ولا 4؟ لا 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 حط لي معلقه واحده سكر بره. اوكي اوعى. بس سليم قلت لك مليون مره جيبه دي ما تلبسهاش. ما بحبش حاجه ضيقه. ده انا لابسها لك. يبقى هي المصيبه اللي لابسها لي. بصي طول ما انا في البيت لا جيبه ضيقه ولا بضي ولا بنطلون جينز. عايز ذكر قدامي. الشاي هم على طول كده بيتخانقوا مع بعض. طيب ما يتطلقوا. يتطلقوا ايه بس؟ دول بيحبوا بعض قوي. طيب ما يجربوا يكرهوا بعض شويه ممكن يبطلوا خناق. دول كانوا متجوزين ودلوقتي بقوا في حكم المخطوبين. بعد جوازهم ب6 أشهر في بيت امه اخوه نصب عليه في مقدم شقه زي بليز. اوكي وراح متجوز معاهم في بيت امه. والشقه ضيقه وابتسام اتخانقت مع حمدها. راحت امي قالت لها هاتي عفشك وجوزك وتعالى اقعدي معانا هنا في الشقه. ومن ساعتها انا وعبد المنصف وحماصه في اوضه وابتسام وامي ونوسه في اوضه تانية. ومن ساعتها هما مخطوبين. اوه شت الزرار ده هيجنني. مش بشتغل بعرفش ليه. وريني كده اشوفها. نو سعيد بيس معلش متزعلش. يعني سيدي الكاميرا مايداد جابها لي قبل ما يموت فانا بحبها. انا هشوفها مش هموتها بليز. صدق انا قلقت بعد بليز دي. شوفها مره واحده مره واحده. اوكي بس تكير. ها اوكي بكير. حاضر. ايه سعيد وات ذا هيل. بقول لك الكاميرا ماي داد جابها لي قبل ما يموت. قمت تف عليه كده عليها كده. شيت ايه ده اشتغل. انت بتبص على ايه؟ الماسوره دي اللي خارجه من البلكونه. عايز افتكر كان اسمها ايه. يا زرباب. يا كانت صعبه قوي. الزرباب. ده انا عايش في زرباب قوي. اسمها مزراب. مزراب. كل عينب كل. تبدا انا افتكرت بقى حاجه بمناسبه العنب ده. فاكر لما كنا بنرمي عنب على الناس ويشتمونا. بابا تعالى نجرب. اوكي طب استنى استنى ناخد واحده بايظه. اوكي اوكي ريدي. يا كلها الحال دلوقتي اتغير. دي بايظة. هي فعلا بايظة. كل كل. اكل ايه بقى؟ اكل ايه دلوقتي؟ وانت ليه بقى مش اتجوزت انت وميرفت سعيد؟ اتجوز مين يا عم؟ دي عقبال املتك بقت مدرسة انجليزي وموسيقى في المدرسة بتاعتنا. انتوا عندكم مدرسة؟ مدرسة ايه يا عم؟ المدرسة اللي كنا فيها واحنا صغيرين. اوكي اوكي. يا
طيب يعني انا مش فاهم برضه، يعني هي بقت وحشه لما بقت مدرسه؟ بقول لك بقت مدرسه انجليزي وانا يا دوبك معهد سنتين، والعلام بيحب العلام. اوكي اوكي يا جارد. يا 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 يعني انت سعيد فكرت وقررت ان هي مش ممكن ابدا هتبص لك يعني، ومش هتحبك من غير حتى انت مش ما تقول ما 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 تقولهاش كده الحكايه دي؟ انا متاكد انها لا يمكن تفكر فيا. اوكي سوري سعيد ماما. يا اسمك ايه ماما؟ نادية. نادية يا كانت فادية بلدي بلدي. ميرفت. لو سعيد سعيد يا شباب بطيخه سعيد. العجله بتاعتي دي يا هورسيز فين؟ فين عجلتي دلوقتي؟ ها سعيد. اوه ايه سعيد الكتاوت برضك؟ طب اجيب لك طوبه. ها مش هتشتغل بالطوبه ده اصله المرش. طب اجيب لك زلطه. ها اسكت بقى يا مصري. ايه الاخبار يا سعيد؟ بس يلا منصف. منصف انا كنت عايز اقول لك حاجه. انا سمعتك انت وابتسام وانتوا بتتخانقوا اوكي، بعدين انا حاسس ان انت سبب المشكله اللي هي حقيقيه ومخلياك نيرفز وكده وبتتخانق على متاهات. متاهات؟ سوري اقصد تفاهات يعني. انا عارف كويس انت وابتسام عايزين يعني هو دايمين انتوا انتوا تلعبوا عليك وعروسه يعني مع بعض اوكي. انا فاهم تمام. فعشان كده انا لقيت حل اوكي، لقيت حل لانه انا عارف المكان فوق مش هينفع، ولو عملتوا كده مع بعض كلنا هنبقى عارفين طبعا. يو نو اي اوكي. عشان كده انا لقيت حل. ايه رايك انت تاخد ابتسام وتسافروا، تروحوا باريس، تروحوا سبين، تروحوا هواي. انا فكرت في كده فعلا. ريل جود. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه. اي مان ما تركزش قوي كده صدقني، بس اسمع مش احسن ما تستنى كل يوم اربع تتفرج عليها وهي بتمسح في الارض؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ سعيد قال لي. سعيد يا ده قال لي القهوه كلها. قال لي القهوه. انا هو بهزر معاك. سعيد كده واحنا بنتكلم فوق قال لي يعني من غير ما يقصد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال ومن غير يعني من غير نرفزه وبهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله بس ساوندز لايك شتيمه يعني. لا شتيمه شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. اوكي اوكي. طب ممكن توسع كده عشان اروح الشغل بقى؟ انت شغال هنا؟ انت اتحلفت علينا من اني داهيه. صباح الخير يا سعيد. لا بقى معبير خدي حماصه في ايدك. تعالى حماصه اجري يلا. سلام اخويا. باي حماصه باي. طب كده يعني حماصه لا احد يوصله، احنا مين يوصلنا بقى؟ اتوبيس الشعب بقى. يلا بيتك يا سعيد. سعيد سعيد تعالي تعالي. اه خش خش. يا نهار اسود تعال تعال تعال. خش خش واحمي ظهرك احمي ظهرك. اوكي اوكي ويت.
سوري بس مش عايز لاي حاجة أمسك فيها. ايه ده يا استاذ ده؟ ايه يا استاذ ده انت؟ انا بس لو اعرف الف لك. اوعى تلف له ليبوسك في بقك، ده المتحرش الرسمي بتاع الخطه ده تقريبا. وات؟ نو 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 مصري انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى يا عم، انا ما تشرب ولا انت صايم؟ انا صايم انت سليم؟ حرك ايدك مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر، المفروض تنط مع اتجاه الاوتوبيس مش ضد اتجاه الاوتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تبقاش خلاص يا سعيد، هو انا هعمل دكتوراه في النط؟ خلاص مش راكب تاني اوتوبيس. مدرستنا اهي. صحيح، ايه ده؟ مدرسة النيل. يا الله، مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر؟ ده دلوقتي في عمارات طلعت وزحمه. ميرفت شغاله هنا. شغاله؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسه مش شغاله؟ شغاله مدرسه هنا. اوكي. مدرسه النايل. يا اور سكول. ايه رايك؟ شفت المدرسه بقت حلوه ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا، ده بقى صغير قوي. طب بقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام. فين هو؟ اخر الطرق. روح لحد ما حضرة النظر يظهر. ليه هو مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني، ثانك يو فيري ماتش. هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. اجين لا انا جاي لك. لا انا عايز اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس ايه؟ مفيش حاجه اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي كده. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجه، يعني فايكنج. فايكن ده انت فايكن نص عمرك. ابلا ميرفت، ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهارده. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لنيفين ابلا ميرفت بتقولي انها في الانجليش فولا. استني يا ورده، قولي كده فيري ماتش. فيري ماتش. انت بتسقفي على ايه؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه. ازاي تعملي كده في الكيدز؟ ازاي؟ انتوا اتقابلتوا؟ مين دي؟ انت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي، انت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها، كفايه انت فاكرها. اوكي؟ دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. ازاي دي مدرسه انجليزي؟ هي دي اللي بتعلم حماس اخوك؟ شوف كسد معاك ازاي؟ يا سيكس انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيع في الانجليزي، فظيع. اوكي. ما تزعليش من مصري، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. عشان كده اتنشن. طب هو جاي اقامه ولا جاي في ستور؟ قلتي جاي ايه؟ قلتي نزل ايدك. قلتي يا انت الشاكت ايه؟ طبي. قلتي نو ما تتكلميش خالص انجلش. قلتي انا جاي ليه؟ طبي هو سعيد. مش هسيبها سعيد. مصري طبي. انا جاي هنا انا فيستور. قالت صح فيستور، انا سمعتها فيستور. انا جاي فيستور. انا انت قليل ادب. هو سعيد انا اتهنت هنا في المدرسه، انا رايح الحمام. فيستور شت انا زباله زباله زباله. قفشتك. بتعمل ايه يا مصري؟ ايه مفيش، انا بس كنت بقول حاجه للصور. مش دي حركات زباله؟ طب يلا بس اوعى تدوس في المي. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسه مقفول وما لقيتش حمام في الشارع، اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهاده بتاعتي من حضره العمده، من حضره الناظر. تمام، بكره نستلمها في 5 دقايق. اوكي. ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟
قصدك بعد ما تحولت. دي بتقول شاكت يعني عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها دي اسمها بيئه. ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت. يلا 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 اتفضل يا بيه. هنا على الكرسي. نعم اوكي ممكن لحظه. تيك يور تايم. Oh my god! What the hell? يا حيوان! Shit! Shit! عملت ايه؟ مرضيش صورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري ابقى بالبطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني.